شاء الله اليوم بمناسبة ليلة القدر كتنظم جي فارما لا غراند بارا فارماسي متواجدة بمدينة خريبكة، واحد الأنشطة واحد الاحتفال بالنسبة للوليدات الصغار للنساء الصغار اللي كتخلي الحناء ومكياج وهدايا. هاد المناسبة كنديروها كل سنة واللي الهدف منها هي رسم ابتسامة على وجوه الوليدات الصغار، وكمؤسسة اجتماعية ماشي الهدف ديالها ربحي وإنما الهدف اجتماعي 100% اللي هو رسم ابتسامة على وجوه الأطفال ديالنا. وكنرحبوا بجميع الحضور اللي كاين ومرحبا بالناس اللي ما جاوش. وجي فارما راها معروفة في مدينة خريبكة وكتكون عندنا أنشطة دورية بمناسبات كثيرة، مناسبة ديال رأس السنة كننظموا أنشطة وأغلبية ديالها كيكون الكبار والصغار، وكتكون الأهم فيها هو أنها تكون بالمجان. تبارك الله هذا الشيء زوين، وكنتمنى باش هاد الحفلات يبقاو دائما مستمرين. وكنشكروا الدكتور شرف اللي شرف على هاد المناسبة الكريمة، وكنشكروا كاع جميع الطاقم ديال الباراميديكال. هنا كيف ما كتشوفوا في لا غروند فارماسي جي فارما اللي ديما ما كتفاجئناش بهذا الشيء ديالها في المستوى، لا الاطر ديالها، لا الناس اللي خدامين فيها، لا نوعيه الخدمات والمنتجات باثمنه جد جد مناسبه. كيفرحونا وكيفرحوا الوليدات ديالنا، كنصحكم انكم تجيو ليها لانها في المستوى، وكنتمنى لهم الاستمراريه والتقدم ان شاء الله. ها بنتي تهضر معاكم. يلا قولي جي فارما. جي فارما جي فارما زوينه زوينه وتجيو ليها وتنجيو ليها مرحبا بك. وكيديروا هادشي للدراري وكيستقبلوهم مزيان وتيفرحوا بيهم، وكنشكروهم بزاف وكنكثروا ليهم في الشكر. وتيعطيو للدراري لي كادو، ولي كادو بعض الخطره كناخذوهم مع البرودويات. وكنشكركم بزاف وكننصروكم، كنقول لكم الله يعاونكم على هادشي هذا والله يجازيكم بخير. وعندهم ديما الحفلات وكيناقشوا لينا وكتعطيونا لي كادو وهادو كتعاملوا معانا.